يعمل عمال المناجم المتخصصون جنباً إلى جنب مع آلات حفر الأنفاق الضخمة. لطالما كان بناء البنية التحتية تحت سطح الأرض مهمة مستحيلة وخطيرة. تشق آلات حفر الأنفاق طريقها ببطء عبر مجموعة من التكوينات الجيولوجية المختلفة، ويعد حفر الأنفاق عملاً متخصصاً وصعباً، لدرجة أن عمال المناجم يسافرون حول العالم من نفق إلى آخر. ومن خلال هذه الآلات العملاقة حفرت آلاف الأنفاق حول العالم. تتلخص آلية عمل هذه الآلات بحفر التربة والحفاظ على مسار ومستوى ميلان الحفر. بينما تنجز آلات الحفر عملها تحت الأرض، تقوم هذه الآلة الألمانية العملاقة، والتي تعتبر أكبر مركبة بناها الإنسان حتى هذه اللحظة، بعمليات الحفر بين الصخور على سطح الأرض. وشكلها وحده كفيل بإدخال الرهبة إلى القلوب، فكيف سيكون الحال لو تعرفت أكثر على تفاصيلها؟ تطورت آلية عمل حفر الأنفاق عبر السنين، وشهد القرن التاسع عشر بداية عمل آلات حفر متخصصة. قبل ذلك التوقيت استخدمت طرق بدائية للحفر. تم استخدام أول آلة حفر في بريطانيا. تمثلت مهمة الآلة في تفتيت الصخور والتربة إلى أجزاء صغيرة. في عام 1818 تم الحصول على براءة اختراع لآلة حفر أنفاق برينيل شيلد. بعدها بعشرة أعوام بدأ حفر أول نفق تحت الماء في بريطانيا تحت نهر التايمز. ومع ظهور عصر السكة الحديدية ظهرت حاجة ملحة لحفر المزيد من الأنفاق، لتظهر في عام 1882 أول آلة تمتلك في مقدمتها وجهاً دواراً. كانت الآلة الوحيدة التي نجحت في حفر الصخور، وشكلت التصميم الأولي الذي بنيت على أساسه آلات الحفر الحالية. تطورت هذه الآلة بشكل سريع بسبب الطلب المتزايد، ففي عام 1893 قام جي جي روبنز بتسجيل براءة اختراع لآلة تمتلك رأساً دواراً، وبدأ العصر الجديد لهذه الآلة في عام 1952 عندما ظهرت آلة من اختراع جيمس إس روبنز قادرة على اختراق طبقات صخرية رسوبية وطينية. فقد كانت قدرة الرأس القاطع لهذه الآلة تبلغ 400 حصان، واليوم أصبحت هذه الآلات عبارة عن نظام معقد تحتوي على معدات قطع وسيطرة وإمساك وتدعيم، إضافة إلى أنظمة حفر استكشافي تعتمد على خوارزميات متطورة، وأصبحت تعرف باسم TBM، وهي اختصار لجملة Tunnel Boring Machine، وتعرف أيضاً باسم الخلد. العملاق بيرثا. تم إعادة تفكيك هذه الآلة العملاقة في عام 2017 إلى مئات القطع، وذلك استعداداً لنقلها بعد أن أتمت مهمتها، تاركة خلفها نفقاً بطول 1.7 ميل. سميت هذه الآلة على اسم عمدة سياتل السابق بيرثا نايتلاندز. يبلغ قطرها 57 قدماً وطولها 325 قدماً، أي أنها بارتفاع مبنى مكون من 5 طبقات. بسبب وزنها الكبير الذي يبلغ 7000 طن وحجمها الهائل، كان نقلها إلى مكان العمل كقطعة واحدة أمراً مستحيلاً، لذلك نقلت على شكل 31 قطعة منفصلة وأعيد تجميعها مجدداً. كان من المفترض أن تستغرق وظيفة بيرثا 2.5 عامين في مدينة سياتل الأمريكية، لكن في ديسمبر 2013 حدثت كارثة بعد حفر 1000 قدم فقط. ارتفعت الحرارة داخل الآلة بشكل جنوني، مما اضطر العمال إلى إيقافها، ثم قاموا بسحبها إلى الخارج لإصلاحها. استغرق إصلاح الآلة أكثر من 2 عامين، وفي عام 2017 أنهت مهمتها بحفر النفق، وسيتم تفكيكها إلى 18 قطعة. سيتم نقل معظم الفولاذ المستخدم في بناء الماكينة إلى مسبك حديد محلي ليتم صهره لبناء التركيبات داخل النفق. أما المحركات والمضخات والإلكترونيات وباقي الأجزاء فسيتم بيعها مرة أخرى لشركة هيتاشي. بعد 2 سنين افتتح المشروع بتكلفة وصلت إلى 2 ملياري دولار. كانت رحلة بيرثا بطيئة عند مقارنتها بباقي المشاريع، ففي لندن مثلاً تم حفر 23 ميلاً تحت المدينة لقطار كاروسيري الجديد في 3 سنوات فقط. وبينما تعتبر بيرثا هي الأضخم حتى الآن، إلا أن إيلون ماسك لم يبدي إعجابه بأدائها،
وقال إنه يعمل على إيجاد طريقة أفضل لبناء الأنفاق، فيما يأمل في زيادة سرعة حفر الأنفاق بنسبة 500 إلى 1000%. اكتساح صيني. سيطرت أوروبا واليابان على صناعة الآلات لسنوات طويلة، الأمر الذي جعل الصين تفكر في إنتاج وتصنيع آلات الحفر العملاقة بشكل جدي، وذلك لتصدير هذه الآلات والاستفادة اقتصادياً ولخدمة مشروعها طريق الحرير العالمي الجديد الذي تنوي من خلاله تغيير طرق التجارة العالمية للسيطرة على الاقتصاد العالمي. خلال العام الماضي أكملت شركة CREC إنتاج أكبر آلات حفر أنفاق مستطيلة في العالم، يبلغ عرضها 14 متراً ويبلغ ارتفاعها 9.5 أمتار، وسيتم استخدامها لتنفيذ نفق في مشروع طريق سريع في مدينة جياشينغ. شكلت هذه الآلة تقدماً كبيراً للصين في تصميم وتصنيع آلات حفر الأنفاق، كما حازت شركة CREG على أكبر حصة سوقية في الصين منذ عام 2012، وتصدرت العالم في عامي 2017 و2018 من حيث حجم إنتاج آلات حفر الأنفاق وبيعها، متفوقة على الشركات الأوروبية واليابانية. وتشكل اليوم حفارات الأنفاق صينية الصنع أكثر من 80% من حصة السوق المحلية الجديدة. باجر 293. تم بناء هذه العملاقة في عام 1995 من قبل شركة تيكيراف الصناعية في ألمانيا، يتوافق حجمها وشكلها مع هرم خوفو المصري. تحمل هذه الحفارة الرقم القياسي العالمي كأكبر مركبة أرضية في العالم، لذلك تم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تتميز حفارة باجر بمبدأ عمل بسيط، تقوم أولاً بإزالة الطبقة الصخرية، ثم تنقل هذه الصخور بواسطة شاحنات مصاحبة. بالرغم من حجم باجر الكبير، إلا أنها تحتاج إلى عشرات الآلات لكي تعمل معها جنباً إلى جنب. تصل سرعة الحفارة إلى 600 متر في الساعة، مما يعني أنها بحاجة إلى أسابيع لكي تنتقل من مكان إلى مكان آخر. يصل طولها إلى 225 متراً وتزن أكثر من 14,000 طن، وتحتاج لخمسة مشغلين معاً، حيث تستطيع إزاحة 240,000 متر مكعب من الأرض يومياً، وهو رقم يتناسب مع حجمها العملاق ووزنها الكبير. تتسابق اليوم الشركات العالمية لتطوير تكنولوجيا الآلات العملاقة بشكل مستمر، خاصة وأن إيلون ماسك قد أعلن عن دخوله السباق في وقت لاحق. فهل سنشهد تكنولوجيا حديثة في مجال الحفر يرسمها ماسك لنا قريباً؟ ولتشاهد المزيد حول أغرب الصناعات العملاقة، شاهد فيديو توربينات الرياح من هنا.